الله الرحمن الرحيم. احنا نساء المجتمع المدني بمدينة المحمدية جينا اليوم يعني في هذه المسيرة أمام محكمة الابتدائية بمدينة المحمدية نندد بقتل الفتاة أو البريئة التلميذة مريم، هذه الطفلة أو التلميذة التي لا تبلغ من العمر إلا 8 سنوات، تعرضت للقتل بأبشع صور القتل، فقد تقطعت أطرافها من طرف المجرم الذي لم يخف فيها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كمجتمع مدني بمدينة المحمدية نندد بهذه الجريمة الشنعاء، ونبلغ تعازينا الحارة إلى أسرة الفقيدة، كما نستنكر ارتفاع الجريمة بمدينة المحمدية، وكذلك ارتفاع ظاهرة اغتصاب الأطفال القاصرين سواء الطفلة أو الأطفال. ومن هنا كذلك نوجه نداء ونوجه إلى السلطة المحلية وإلى جهاز الأمن، ونقول لهم أن المسؤول الأول في هذه الجرائم وفي ارتفاع الجرائم بمدينة المحمدية هو السلطة المحلية وجهاز الأمن. كما نشير ونذكر أن الطفلة التي قتلت مريم تنتمي إلى حي الراشدية الثالثة، هذا الحي الذي عرف في الآونة الأخيرة ارتفاع الجريمة بشكل مهول جدا نظرا لانتشار المخدرات والخمور وكذلك حبوب الهلوسة. ونشير على أن بالقرب من هذا الحي يوجد لابيلفي التي تقوم ببيع الخمور، وهو يعني هذا الأمر يعتبر يعني ذا مسؤولية كبيرة جدا في انتشار الجريمة بمدينة المحمدية. ومن هنا ندعو كذلك رسالة إلى كافة المجتمع المدني بهذه المدينة إلى التكافل من أجل محاربة ومن أجل الوقوف ضد ظاهرة الجريمة.